النهارده هنتكلم عن 4 حاجات هيوصلونا لاحسن نتيجه بالتمرين بتاعنا. اول حاجه هنتكلم فيها في 3 حاجات مرتبطين ببعض: تغذيه سليمه، نوم، تمرين. لو قللنا اي حاجه من الثلاثه دول النتيجه هتقل، فاحنا لو ظبطنا الثلاثه مع بعض هنوصل لاحسن نتيجه هتقابلنا. تمام. ايه تاني حاجه؟ الاحتياج اليومي ليك من البروتين. البروتين ده هو العامل الرئيسي لنمو العضل، يبقى انا لازم احقق الاحتياج اليومي بتاعي من البروتين. طب ازاي احققه؟ كل كيلو عضل عندك محتاج 2 جرام بروتين. هتروح توزن نفسك على الميزان. انا مثلا 20 جرام 20 20 كيلو عضل، يبقى انا محتاج 40 جرام بروتين، هتضرب في 2. تمام. انا عايز ازيد، عايز ازود وزني، يبقى انا لو عايز ازود وزني هزود عن ال 40، عايز اقل هقل عن ال 40، عايز اخلي وزني ثابت هفضل على ال 40. تمام. تالت حاجه هنتكلم فيها، خلي تمرينك ساعه الا ربع. تمام. ولا ازيد من كده ولا اقل، هو ده المظبوط ليك في الاول. يعني خلي الراحه من 30 ثانيه لدقيقه، ما تريحش دقيقه ودقيقتين تتكلم مع صاحبك، خلي راحتك من 30 ثانيه لدقيقه عشان توصل لاحسن نتيجه ممكن توصل لها. في حاجه رابعه هتكلم فيها انا بستغربها شخصيا كده، وصغرها قوي. ناس كتير بتخاف تروح الجيم، بيقول لك انا جسمي هيكبر مره واحده، قلقان من الموضوع ده قوي. انا بقول لك ما تقلقش خالص من الموضوع ده، الموضوع ده بسيط قوي. انت جسمك بيكبر تدريجي قوي، ما بتحسش بيه. فانت مش هتصحى من النوم تلاقي جسمك كبر مره واحده، ما تخافش من دي خالص. انت اتمرن لحد ما توصل للمستوى اللي انت عايزه، وبعد كده ساعتها قرر ممكنك عايز اكمل او عايز اقف. ما تقلقش خالص من النقطه دي. أشوفكوا على خير الحلقة الجاية.